صحتي. حنا راكم حنا اهم حاجه لينا كمسيرين هو اللعبو في الحالتي خصنا نعرفو. ولكن حنا تنعاود كذا تنقول لك حنا ما غاديش يمكن دابا دابا تنقول لك باقي عندنا الامل نقدروا نلعبوا في الحالتي نقدروا. ولكن شي حاجه اللي هي باقي غادي نخرجوها ما يمكنش نخرجوها الا ما كانش ان شاء الله الرحمن الرحيم موثوقة. حنا باقي طامعين في الله سبحانه وتعالى في هاد الناس الا كان شي حل. اما هما نقولوا بلا جمهور نقدروا نقولوا نلعبوا بالجمهور بشي واحد 6000 ولا 8000 حنا باقي نداسوا ما كانش يمكن. راه كنشوفوا فين غادي نلعبوا راه كنشوفوا مع رئيس الجامعه ومع السيد الوالي والسيده العمده والسيد رئيس الجامعه فين غادي نلعبوا شي حاجه اللي تكون اللي خصنا الجمهور ديالنا ونكونوا في مدينتنا. وهذه هي اهم حاجه لانه ما يمكنش غادي شوف غير دابا هندوا شحال الصحافه تبارك الله. اما الا كانت مقابله راه كنعرفوا كتجي كيجي الدوبل ديال هادشي او الدوبل ديال هادشي فاش كتسمعوا يعني كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يكون عندنا عما قريب شي خبر يكون اللي صار للجمهور المراكشي ولا الصحافه.